إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصية الآمر، أما إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. فأنا أقول ضعف الإيمان في العالم الإسلامي سبب ضعف الإيمان بالآمر. من هو الله؟ النبي الكريم بقي في مكة سنوات طويلة تزيد عن العشر، يعرف بالله وبالدار الآخرة فقط. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. الله الله. فإذا أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا. فالإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء، وخضع له طواعيته.